ايه رايك نروح سريعا لاحد الطلاب الحاصلين على جائزه، وهو عبد الرحمن عبد الرحمن حسن، احد الحاصلين على جواز المشروع الوطني للقراءه، اللي بينضم لنا عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح الفل يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. يعني عبد الرحمن، عاوزين نعرف الاول مشاركتك وتجربتك في المسابقه، وازاي قدمت فيها، وازاي كمان اشتركت واستفدت ايه؟ تمام، اولا حابب اعبر عن امتناني لتواجدي معاكم النهارده. كان نفسي اكون موجود في الاستوديو لكن الظروف للاسف. ودكتور هشام، ازي حضرتك؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عبد الرحمن، ازيك يا حبيبي؟ اولا هو طبعا المسابقه بتتطلب قراءه 30 كتاب. احنا طبعا يعني كمشاركين بنكون قارئين اكتر من كده، لكن احنا بنحاول ننتقي يعني الافضل ما بين الكتب اللي قراناها وبنبدا نشارك بيها، طبعا بيراعى التنوع في المجالات بين الكتب اللي قراناها. بعد كده بيتم تلخيص الكتب دي. طبعا يعني بيراعى دايما ان احنا اول حاجه يكون عندنا القدره ان احنا نتكلم بشكل كويس في الكتب اللي احنا قراناها، يعني ان احنا نكون فاهمين المحتوى اللي احنا قراناه واللي احنا بنشارك بيه، ان انا يكون عندي القدره ان انا اقدر يعني احلل الاسلوب الكاتب اللي قدامي، اقدر اشوف المميزات والعيوب، لانه برضو مش مجرد قراءه بس، انا لازم يكون في قراءه تحليليه وناقده للكتب اللي انا بشارك بيها، بحيث ان انا يكون يعني اقدر ان انا اعرف زي ما قلت المميزات والعيوب في الكتاب، ان انا اشوف مثلا ايه اللي كان ناقص من الكتاب ده، ايه اللي كان الكاتب ده محتاج يزوده بحيث ان الكتاب يكون جودته افضل. برضو طبعا يعني قبل كل ده لازم يكون عندي القدره ان انا اتكلم لغه عربيه فصحى من اول المناقشه لاخرها، قدر الامكان ما يكونش فيه اخطاء. وطبعا دي حاجه بتيجي مع الوقت، بتيجي مع التعود. أنا كنت مشارك في الموسم الأول أو في الدورة الأولى من مسابقة المشروع الوطني، لكن لم أوفق للأسف في التأهل للمراحل الختامية. حاولت أشتغل على العيوب والقصور اللي كانت عندي لما شاركت في الموسم الثاني، الحمد لله وفقت إن أنا أخد مركز على مستوى الجمهورية. يعني كان في عندك نوع من أنواع التحدي. أكيد، بالظبط بالظبط. وكنت دايماً طيب بحاول عبد الرحمن، إن أنا أشوف أوجه القصور اللي عندي وإن أنا أعالجها. خليني أسألك سؤال تاني، أنت المركز اللي أنت أخدته ده كان ليه حافز أو كان ليه يعني جايزة؟ الجايزة دي عبارة عن مقابل مادي، قول لي هتعمل بيه إيه؟ والله هو بالنسبة للمقابل المادي يعني كنت بفكر دايما إن أنا عايز أشوف يعني ما يتعلق بدراستي، طبعا ده أهم شيء. كلنا بتدرس يعني إيه يا عبد الرحمن؟ بتدرس ايه؟ انا في كلية طب بشري حاليا في الفرقة الثانية. يعني كلية عملية اكتر من كونها كلية نظرية، يعني بعيدة عن الادب والثقافة. بالظبط، يعني وده عمره ما بيكون مثلا مانع قصاد مثلا ان انا يكون لي حب او هواية للقراءة وان انا اشارك في حاجة يعني حدث ثقافي زي ده. انا بدرس الطب ويعني اهتمامي رايح ناحية دراسة حاجة عملية زي دي، ولكن ده ما بيمنعنيش ابدا من ان انا احاول يعني ازود من اثراء ثقافتي الشخصيه بمعلومات ادبيه بقى او تاريخيه او كده. نعم، يعني بنشكرك على وجودك معانا عبد الرحمن، وان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق ومزيد من النجاحات والجوائز ان شاء الله اللي تحصل عليها.